جديدة تثبت أن الصين متورطة في مساعدة إيران على تزويد روسيا بالطائرات من دون طيار. عثرت السلطات الأوكرانية على براهين فنية تثبت تورط الصين، وذلك في مسيرة إيرانية تم إسقاطها في أوكرانيا وقد احتوت على أجزاء مصنعة حديثاً في الصين. وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن بكين تواصل تزويد الإيرانيين بالمركبات والأجزاء الأساسية لبرنامج تطوير الطائرات المسيرة، على الرغم من المحاولات الأمريكية لاستبعاد بكين من سلسلة توريد روسيا بالأسلحة. وهذه أول مرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا يتم فيها اكتشاف مركبات تم إنتاجها خلال العام الجاري في ساحة المعركة، الأمر الذي يشير إلى سرعة إمداد روسيا بالطائرات المسيرة الإيرانية. ووفقاً للتقرير، فإن تاريخ تصنيع هذا الجزء الصيني الذي يدخل في هيكل المسيرة الإيرانية يؤكد أن طهران تستطيع إنتاج طائرات مسيرة حديثة ونقلها إلى روسيا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وشنت موسكو خلال الحرب مئات الهجمات بالطائرات المسيرة الإيرانية، استهدفت خلالها مواقع عسكرية ومنشآت طاقة، إلا أن الأوكرانيين يقولون إن الدعم العسكري الذي حصلوا عليه مكنهم من إفشال هجمات المسيرات الروسية إلى حد كبير. وسبق لأوكرانيا وعدد من حلفائها الغربيين أن اتهموا موسكو في الآونة الأخيرة باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في استهداف مناطق أوكرانية. وكانت الولايات المتحدة قد ذكرت مرات عدة أن موسكو وطهران توسعان شراكتهما الدفاعية غير المسبوقة، وأن الجيش الروسي حصل من إيران على قذائف مدفعية ودبابات ومئات المسيرات الانتحارية. وتؤكد وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الروسية مستمرة في استهداف أوكرانيا وإسقاط مزيد من الضحايا بسبب مواصلة إيران إمدادها بالطائرات المسيرة المتقدمة.